رغم أن الحديث عن هدف صعود سابق لأوانه، إلا أن إدارة أهل برج بوريريج برئيسها الجديد موسى مرزوقي تسعى إلى إعادة النادي لحظيرة الكبار. فريق أهل البرج فريق لي يعني في المستوى، يعني ما نقولوش باللي ماهوش عنده بعض النقائص. الفريق هذا السنه راه يلعب على الباقه، باش ما نقولوش باللي رانا نلعبوا على الطلعه وما نديروش لا بريسيون علينا ان شاء الله، خاطرش مادامنا نديروا لا بريسيون علينا خاطرش يولي لنا ضغوطات من الجمهور. احنا ان شاء الله رانا مسطرين في روسنا برنامج ان شاء الله للفريق هذا باش يكون ان شاء الله من الاوائل ان شاء الله. الأهلي وبعد تفوقه على الصعيدين الجديدين إلى حظيرة الرابطة الثانية غالي معسكر واتحاد بسكرة، وجد ندا عنيدا في هذه المباراة اسمه وداد بوفريك. المبادرة الهجومية في البداية كانت لصالح أهلي برج بوريريج بهذه المحاولات، لكن غاب عنها الحظ وصاحب اللمسة الأخيرة لتنتهي المرحلة الأولى بالتعادل السلبي. في المرحلة الثانية المد الهجومي لأهلي برج بوريريج تواصل، لكن وجد حارس عنيد اسمه مدور لوداد بوفريك الذي تصدى لعديد الكرات والمحاولات الخطيرة ليأتي رد وداد بوفريك بهذه الهجمة وهدف من إمضاء معمري الذي تمكن من تسجيل الهدف في الدقيقة 86 ليكون الأداء لصالح أهلي برج بوريريج، فيما كانت النتيجة لوداد بوفريك. الدقائق الأخيرة كانت ساخنة على مرمى الحارس مدور الذي كان رجل المباراة بامتياز، وفوز مهم لوداد بوفريك مع مدرب جديد اسمه بلال زيري. جميع المدرب يتمنى هذه البداية، والبداية هذه يعني نقولوا الله يسلمك، نقولوا باللي اللاعبين كانوا ابطال، يعني لو ميريت ريفيا توجور لو جوار، لي جوار حبوا وكنت تايق في الفريق هذايا. وللحديث اكثر عن واقع الميدان